شوف هو شافني بال كنا يعني باللوكيشن وكان رايح انا مع حياتي تاخرنا فعلا كبيره. وايد، وكان انا عندي نشره الاخبار وتاخروا وايد بالتصوير، فكانت الفنانه القديره حياه الفهد قامت تعيد وايد يعني، وتصير اخطاء، بس انا طول الوقت ما غلطت ولا غلطه، مع انه اول مره يعني تعبانه اطلع فحتى هي ضحكت قالت شنو هذا يعني، انا صار لي 30 سنه مثل يا حلوه هذه اول مره. زين هي كذي يعني اشطر مني ولا غلطت فيني اليوم. وفوق انه وراي نشره يعني، الكل توقع اني اتوتر اني اخاف اتلخبط، وعلى طول شافوني شلون بسرعه المايكات وغيرت الشخصيه على طول وطلعت على الاخبار. فكلم الاستاذ القدير يوسف الجلاهمه وساله اذا ممكن ان يعني سميره تمثل، ان بنكلمها تمثل وهذا، كان يقول لا ما اعتقد ان بنيتنا راح تمثل. كلمني مره ثانيه وقال لي نعطيك دور ان شاء الله اللي تبين برمضان يعني بطوله. قلت له لا انا مو مجالي يعني التمثيل ابدا، ولو ان انا احب التمثيل، وهذه من الاشياء اللي يعني احنا بالمجتمع يلا مذيعه ويلا بعد يينا حكي. فتخيلوا الله يعين الممثلات من الكلام اللي يجيهم. يعني حتى عبد الله ابو الشهري لما انتقد لما تكلم عن الدكتور شفت ايش كثر الناس كتبوا عن مهنة التمثيل، يعني لغاية الآن في ناس يطالعون مهنة التمثيل بشكل مهين وان صحيح المهنة صحيح عيب في يعني صح عندنا، مع ان هي مهنة لها قيمة ومهنة سامية، فن ساعات فن تغير أقدم وتبث فن رسائل، بالنهاية هو بس للأسف إلى الآن ينظرون إلى الفن صح بهذه الطريقة. لا الفن بالنهاية رسالة، وعلى الطاري الفن والتمثيل وصفتي سميرة دفعة القاهرة بدفعة المسخرة، هو مسلسل دفعة القاهرة. شنو ردك على هذا التعليق؟ ليش وصفته بدفعة المسخرة؟ لأنه مسخرة. شنو اللي خلاك تقولين؟ شنو ملاحظاتك كانت؟ لا سيناريو، لا سيناريو. لا شوف أنا مو في، أنا مو في، أنا لا لا لا, لا, لا أنا أدري أدري بس أنا أقول لك لا. إيه؟ إحنا بنتكلم عن نجاحه ب يعني السوشيال ميديا والترويج حقه، وكل مثلا ممثل مع احترامي لكل الممثلين فيه، كل ممثل عنده متابعين وعنده من هال يعني الأرقام بالملايين إنه يشاهدون العمل، هذا غير، هذا ما يوعد نجاح. النجاح لما تجيب لي هذا العمل وتقيمه كقيمة فنية، هو السيناريو كان ما في سيناريو، الأحداث ساذجة مفتعلة، المونتاج، الإخراج، القصص، الاقتباس من هنا ومن هناك. شنو كان في المونتاج والإخراج؟ المونتاج كله كان غلط يعني، وايد اخطاء يعني، انت طالعه وطلع الاخطاء هذا الكلرينج السبعة. الكلرينج وهذا على العين لا مصر مسوينه كله كله لا 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 بس هو كان في اخطاء يعني كقيمه فنيه. وفي هذا العصر يعني احنا الاوائل بالدراما في الكويت، صحيح، وفي يعني بالخليج الكويتيين الاوائل بالدراما. إيه؟ والان في زمن نتفليكس، يعني انت عندك المشاهد الحين يروح يشوف مسلسلات على نتفليكس، يعني انت تقارن لو اقول لك انا ذا كراون مثلا او التاج على نتفليكس، هذا قيمه فنيه. نعم. حوار مدروس في حبكه، انت اللي قاعد تطالعه كانه بروي يعني، حتى اللي للكاتبه بداياتها ما كانت نفس دفعة القاهرة. وأنا أتمنى يعني إن إن شاء الله العمل القادم يكون شيء يحترم عقل المشاهد، مو شيء تحسه كذي يسلق. وأنا أدري تدافع عنهم لأن ربعك ممثلين، بس أنا ما صرت ممثلة.